عشان نبقى عارفين ان احنا الانتاج الحربي هو مهمته تدبير الاحتياجات للقوات المسلحة، كامل الاحتياجات للقوات المسلحة. احنا 20 مصنع وشركة، ودي مهمة الأساسية بتاعتنا، وبتستغل فائض الطاقة عندنا للمشاركة في المشروعات القومية للدولة. احنا بننتج طبعا معدات وأسلحة وزخائر وأجهزة ومعدات كيميائية، يعني العشرين مصنع أو شركة ومصنع كل واحدة متخصصة، وبيحصل تكامل بيننا، بيطلع منتج باسم الانتاج الحربي، وهو النموذج دوت رعد 200. ده اشترك فيه أربع مصانع وشركة التميز العلمي، اترسمت، كانت فكرة اترسمت واتصنعت وانتجت العينة الأولى من رعد 200، ودي بتعتبر أيقونة إيدكس 23 فندم. دي تصميم وتصنيع مصري 100%. طيب احنا صنعناها كلها تقريبا بنسبة، يعني اقدر اقول تصنيع محلي 70%. دي اول عينة. المخطط ان احنا طبعا تعلى نسبة المكون المحلي ان شاء الله، وهو ده المستهدف. ان برضو خلينا عارفين او خلينا نتذكر يعني ان ما فيش مصنع بينتج كل حاجة، يعني فيش مصنع واحد بيصنع كل حاجة عشان يطلع المنتج النهائي. اكيد في مصانع كتيرة بتشترك طبقا كله لمجاله، وبيطلع في الاخر منتج نهائي باسم المصنع الام. احنا عملنا المركبة بالكامل، عملنا منظومة الصواريخ البي ام 21، عملنا التحكم اوتوماتيك الكتروني ما بين غرفة المحرك وما بين المنظومة. كان الاول بتشتغل المنظومة يدوي، لا احنا عملنا دلوقتي تحكم كامل من داخل الكابين، وده الجديد فيها. برضو من ضمن الحاجات المهمة اللي في المعرض السنة دي، ان احنا الصلب المدرع انتجنا في الانتاج الحربي، بدل ما كنا بنستورد الصلب المدرع بره، لا احنا انتجناه بالشراكة او بالاشتراك مع احد الشركات الصلب الكبرى يعني، وانتجنا الصلب المدرع حتى مستوى حماية 64 في 54 ABI، وده انجاز. الصلب ده صنعنا منه سينا 200 اللي هي في الخلفية. سينا 200 دي برضو بقول عليها ان هي المركبة الوحيدة في العالم على جنزير ضد التفجيرات. في منتجات كتير بس على العجل، دي الوحيدة على جنزير، ودي برضو تصميم وتصنيع مصري 100%. هو دول يعتبروا بخلاف طبعا الأسلحة والزخائر المعروضة. طبعا اللي ظهر المعرض ده بالذات، فوجئنا بشركات عالمية كبرى بتيجي بتطلب مننا ان يبقى فيه تعاون مشترك وتبادل خبرات. فده يديك انطباع ان لا، مصر فعلا حطت رجليها على خارطة الطريق الصناعية والعسكرية، ودي حاجة مطمئنة طبعا، ودي حاجة مشرفة، وده حق مصر وحق المصريين.